وحول هذا الموضوع أكد سعادة الدكتور زكريا أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ونائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني، أكد في نشرة سابقة أن من أهم الأهداف التي يسعى لها برنامج تنمية الكوادر التقنية استقطاب الشباب البحريني الباحث عن العمل والخريجين من أصحاب التخصصات التقنية، وهو يعتبر من البرامج الواعدة في المملكة. الحقيقة طبعا برنامج تنمية الكوادر التقنية هو من البرامج الوطنية يعني التي تعزز من خطط التعافي وبرنامج عمل الحكومة حقيقة لرعاية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. يعني يأتي هذا البرنامج كذلك يعني على استقطاب الشباب البحرينيين الباحثين عن العمل وبالأخص الخريجين أصحاب التخصصات التقنية. يعني في الحقيقة الكل يعرف أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من القطاعات الواعدة، وأن هيئة المعلومات حكومة إلكترونية تشرف على العديد من المشاريع الحكومية الخاصة بتقنية المعلومات وغيرها طبعا من المهام والمشاريع الكبيرة اللي يعني تعمل على يعني إدارة ورفع إنتاجية وجودة الخدمات الحكومية.